كل الخير والحب منطل عليكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج دامسكو. دائما البساطة بتحمل معها الجمال، كل شيء فيه تعقيد أقل أقل تكلف عم يكون أجمل ملفت للنظر بطريقة غير محسوبة. خليكم على طبيعتكم، خليكم بسيطين. صحيح هي أشياء ممكن تكون صغيرة، ولكن أكيد هي عم تكون ملفتة للنظر وأجمل ومريحة لعين الناظر. بشار، سلواتك وأوقاتك، كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله. ودائما مثل ما ذكرتي اليوم بتخيل البساطة أصعب من التصنع نوعا ما أو التكلف بالحياة. يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة العالم سوريا. إن شاء الله أيامكم كلها بسيطة طبيعية وسليمة، لأنه اليوم البساطة هي حالة طبيعية للشخص الطبيعي بالحياة، ما فيها تكلف ما فيها زيادة، إنما الشخص بيقدر يتصرف بحالته السليمة. شوفي بحلقتنا لليوم وساعة من الوقت رح نقضيها معكم، خلينا نتعرف عليها بالعناوين. بداية رح نتعرف على الأمراض الجلدية اللي بتحدث بسبب قلة الاستحمام، ورح نحكي عن قواعد تصميم المطبخ الحديث بين استغلال المساحة وجمالية التصميم، ورح نتعرف على فتاة أسست مشروعها الخاص بزراعة الزعفران بسوريا. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ممكن يوصلنا لأمراض كتير كبيرة بالنسبة للجلد عند الإنسان، والسبب الرئيسي ممكن يكون قلة الاستحمام. البعض بشار بيستهجن الفكرة وبيقول أنه مستحيل نوصل لأمراض بسبب قلة الاستحمام. صحيح فاطمة، واليوم يعني الاعتناء بالنظافة الشخصية حاجة للشخص، ولا سيما مع الظروف اللي عم نمرق فيها من انقطاع الكهرباء وغياب يعني المي السخنة، ويعني تفاصيل كتير بتتعلق بهذا الموضوع. اليوم رح نحكي عن أبرز الأمراض الجلدية اللي ممكن نتعرض لها في حال إهمال النظافة الشخصية، وشو يعني التطورات اللي بتطرأ على هذا الموضوع والإضافات والتفاعلات اللي ممكن تطرأ على الجلد. تفاصيل كلها مع دكتورة هلا ماجد الحوش، ماجستير في الأمراض الجلدية، اللي صارت معنا ضمن استديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك، ونسعد أوقاتك. وأوقاتك يا رب. يعني مثل ما ذكرت بالبداية، البعض بيستهجن الفكرة، بيقول أنه لا، ممكن يعني إذا ما تحممنا مستحيل ما يعني نوصل لدرجة الأمراض، ولكن هي فعليا موجودة. فخلينا نذكر الأمراض يلي نحن ممكن نوصل لنتيجة هي الحالة. هلا كثير من الناس، بغض النظر نحن هلا على الظروف اللي عم نقطع فيها، قله المي والكهرباء مثل ما حكينا، كنت اسمع قبل حتى من السنين قبل بيقولوا انه نحن بالشتاء ما بنتحمم كثير، مو مثل الصيف، لانه هن بيخافوا ينصابوا بالجريب، رشح، انفلونزا، فبيقللوا كثير عدد مرات الحمام، علما انه الحمام بالمي الفاتره خلينا نقول اللي هي لا انا سخنه كثير ولا انا بارده كثير، بتنشط التروية الدموية، يعني بصير في تدفق الدم أكثر على أعضاء الجسم كلها وبما فيها الجلد. صحيح. وهذا الشيء بيقوي المناعة، على عكس ما الناس بتفكر، الحمام كثير بيقوي من المناعة لأنه بصير في مثل ما حكينا تنشيط للدورة الدموية، بترافق الحمام مع أنه بيخفف كثير من القلق من الاكتئاب، وهي دراسات مثبتة علميا، لاحظوا أنه مرضى اللي بيكون عندهم ديبريشن أو اكتئاب هن أساسا ما بيحبوا يتحمموا، فهو كثير بيخفف من القلق من النوم المتقطع. فأنت لما بتعمل شاور قبل النوم بساعتين، هذا الشيء بيخليك تنام بعمق أكثر ولساعات أطول وأنت مرتاح أكثر. هلا كل ما نحن تاخرنا بالحمام او اهملنا او طولنا عدد الايام، اكيد هذا الشيء رح يترك تاثيرات سلبيه على اعضاء الجسم كلها وبما فيها الجلد وملحقاته مثل الشعر الى ما هنالك. يعني هلا دكتوره بدنا شوي نروح يعني للفتره يلي ممكن يبدا الجلد يتعرض فيها لمشاكل نتيجه انه انا ما تحممت او ما نظفت بشرتي بشكل جيد. هلا وسطيا نحن ما فينا نعطي فتره ثابته، هلا مرتين بالاسبوع بالشتاء كافيه لاي شخص نمط الحياه عنده اللايف ستايل تبعه طبيعي. يعني في ناس مثلا شغله بيتطلب منها خلينا نقول شيء مجهد، مثلا في ناس بتعمل كل يوم كارديو او رياضه، هدول مثلا بيعرقوا اكثر من غيرهم، ناس بتشتغل برا بالشمس ساعات كثير طويله، الناس اللي بيشتغلوا بوسط ملوث فيه غبره اتربه، هدول اكثر يعني اكثر تعرضا يعني خلينا نقول للتلوث او للتعرق اكثر من غيرهم. هدول المفروض يهتموا بنظافتهم الشخصيه وبحمامهم اكيد اكثر من غير اشخاص
الطقس والرطوبة، يعني الناس اللي عايشين ببلاد كتير رشوبة الشمس رطوبة هدول أكيد لازم يتحمموا أكثر من غيرهم، بس نحن وسطياً علمياً دراسات كلها بتقول أنه مرتين بالأسبوع بالشتاء كافين لأي شخص طبيعي. يعني خلينا نروح لنقطة كتير حساسة وكتير مهمة ويعني مسببة أزمة لكتير من الناس. اليوم في حدا بيقول لك أنه تستخدم مزيل التعرق. مزيل التعرق أول شيء خلينا متفقين على أنه على شيء منظيف فهو كارثة. خلينا نحكي أنه هو هل ممكن يخفف من 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 وقع الأمراض يلي ممكن تحصل، وقديش ممكن هو يكون له دور بخلق هاي الأمراض؟ هلا مزيلات التعرق اكيد لها فائدتها لانه هي تركيبتها العلميه كلوريد الالومنيوم. هلا هو بيعمل انه هو بيسد هالمسام او الغدد العرقيه، بخفف من التعرق، فهذا الشيء بخفف كثير من العرق، بيريح كثير الاشخاص اللي مثل ما حكينا انه ممكن شغلهم او بتطلب مثلا جهد بدني كثير، او هن طبيعه جسمهم بيعرقوا كثير او عندهم امراض او بياخذوا ادويه، فبيريحهم لفترات محدوده. بس انت لما هالمزيل التعرق مثلا حطيتيه على سطح الجلد، اضافه للعرق الموجود، اضافه للخلايا، خلايا الجسم الميته اللي بتتراكم، كلها هي بتاثر حتى على الفلورا الجرثوميه الطبيعيه، وبصير الجسم معرض اكثر للجراثيم الانتهازيه، للفطور، للانتانات. ريحته بتبين تماما. يعني بصير مع الوقت لا انه بصير بيعطي ريحه أسوأ من قبل، فما بصير نحن مثلا اذا حطينا نحن استخدمنا هالديودورا او مزيلات التعرق ما بتغني عن استخدام الماء والصابون. حتى في ناس بيستخدموا التيشو او المحارم المعطره، حتى السيدات مثلا اللي بنظفوا فيها البيبيات، في منها حتى للكبار للانتيميت اريا كذا المناطق الحساسه. في ناس بيفكروا انه اذا نحن نظفنا حالنا بهول التيشو انه بعيدنا عن الماء والصابون، لا، هن نفسهم ممكن يعملوا هن تخريج حساسيه قد ما كانوا البي اتش تبعهم 7 ما فيهم كحول، ما فيهم معطرات، هن مع الوقت هن نفسهم بيعملوا مشاكل، ممكن يأهبوا أكثر لالتهاب جريبات شعرية، للإكزيما، للتخريج، حتى كمان لموضوع هلأ مثلا أنه على السرعة، حتى في ناس مثلا بتستخدم دراي شامبو صحيح، حتى اللي بيجفف المفرزات الدهنية، الناس اللي شعرهم بزيت بسرعة، فبيقلك أنه يلا أنا هلأ ما عندي وقت أتحمم، مستعجل كذا، هدول نفسهم مع الوقت بيسدوا المسام، بيعملوا تساقط شعر، بيعملوا حكة، بيعملوا قشرة، ما في شيء بعيد عن المي والصابون. تماما. اليوم يعني رغم قلتها وندرتها يعني المي السخنة، ولكن قديش اليوم تحمم مي أو الاستحمام مي باردة نوعا ما أو منا سخنة، منا بالدرجة التعقيم اللازمة للمي، ممكن يأثر أو يخلي الجراثيم موجودة على سطح الجلد؟ المي الباردة بتأثر أو لا؟ هلا المي اذا كانت سخنه كثير بتجفف الزيوت الطبيعيه، والمي البارده نفس الشيء، يعني اثنيناتهم مانن كثير مناح للجسم، بتكون شوي معتدله مقبوله للجسم مشان نحن ما نجفف الزيوت الطبيعيه اللي هي اساسا بترطب الجلد وبتساعد انه تحمي اكثر من العوامل الممرضه الجرثوميه والفطريه والى ما هنالك. يعني هلا بتكون شوي مقبوله يقدر الشخص انه يتقبلها. انا دائما في فكره انه المي السخنه هي اللي بتنظف، المي البارده ما بتنظف. لا ابدا، لا ابدا ابدا، لا هي المي منيحه بس انه الجسم يتقبلها، انه ما تكون كثير بارده ولا تكون كثير سخنه، هي المي الفاتره المعتدله هي الافضل. يعني عدم الاستحمام وعدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه بشكل كافي اكيد عم يؤدي لامراض كثير تعدادها. يعني اذا بدنا نحكي عن اثر هي الامراض، نحن ممكن يستمر هذا الاثر على المدى الطويل؟ يعني ممكن مثلا احد الامراض الجلديه اللي بتصير نتيجه عدم الاستحمام مثلا تترك تصبغات طويله المدى؟ طبعا هلا مع الوقت كل ما تراكمت هالخلايا الميته على سطح الجلد، هذا الشيء مثلا ممكن يخلي مثلا المريض تعمل له حكه، الحكه مثلا ممكن تعمل تخريج، ممكن تعمل انتانات جرثوميه، التهاب جريبات شعريه، ممكن يصير معرض اكثر للامراض الجلديه، الاكزيما باشكالها الصدفيه، الاكزيما الدهنيه، بصير معرض اكثر للسعفات او الامراض الفطريه، نخاليه المبرقشه، سعفه قدم، الى ما هنالك. يعني كثير من الامراض بتتفاقم لانه هالخلايا هي ضلت مجمعه على سطح الجسم مع التعرق، مع الزيوت، مع الجراثيم. هلا للفترات البعيده ممكن مثلا بصير الشخص هون صار عندك بيئه حاضنه للامراض، مثلا معرض اكثر انه ينصاب بامراض الطفيليات مثل الامل، مثل الجرب، ممكن نتيجه مع الوقت مثلا تترك له تصبغات، اكيد ممكن يفوت بانتانات
أشد خطورة. يعني أكيد بتترك تصرف بسيط عم يوصلنا لنتائج كتير سلبية للأسف. تماما. دكتورة اليوم يعني موضوع الطفح الجلدي دائما الأشخاص بيخافوا من أي طفح جلدي بفترات سواء الشتاء أو الصيف. اليوم الطفح الجلدي اللي بينتج عن مشكلة جلدية نتيجة قلة النظافة والاستحمام بيختلف عن الطفح الجلدي اللي ممكن يرافق مرض جلدي معين أو لا؟ كل مرض له معايير معينة بالتشخيص. أمراض الجلد بشكل عام هي بتشبه بعضها كتير سريريا، بس في نقاط الطبيب على خبرته مع الممارسة بيقدر يميز أنه هذا المرض سببه كذا، هذا مثلا سريريا كذا. أحيانا مثلا القصة المرضية اللي بياخدها الطبيب من المريض مع الأدوية اللي بياخدها بتوجهه أكثر للتشخيص. أحيانا في أمراض مضطر ناخد فيها خزعات لحتى نقدر، خزعات نسيجية تندرس تحت المجهر لحتى نقدر نشخص. أحيانا تطبيق الخاطئ لبعض الكريمات، مثلا في ناس تنزل لحالة بتشتري من الصيدلية كورتيزونات وأنتيبيوتيك بحطوه هن لحالهم، انت هون كمان حتى بتغير من ماهيه المرض، بتغير من شكله السريري. فهذا الشيء بيرجع للطبيب الممارس وخبرته بالامراض وانواعها. اليوم اذا بدنا نذكر يعني في بعض الامراض بتقطع انه هي مجرد مرض جلدي، ولكن في بعض الاخر بيكون معدي، يعني ممكن اذا بتلمس مكان بجسمك بتنتقل من قرنه لقرنه او بتنتقل لحدا من افراد عائلتك. فخلينا نذكر بعض الامراض اللي فعلا عم تكون معديه وهي نتيجه عدم الاستحمام. هلا معظم الامراض لسببها جرثومي او فطري او طفيليات هي غالبا اللي بتكون معديه لامراض الجلد. كثير ناس بتخاف منها، بتخاف من المريض اللي عنده امراض بالجلد. هي 90% منها او حتى اكثر بتكون سببها مناعي او عائلي او وراثي، ما بتعمل عدوى مباشره مثلا بالملامسه او استخدام الاغراض او حتى بالمفرزات. قسم منها بيكون معدي مثل ما حكينا، اللي بتكون من الاساس اسبابه جرثوميه او فطريه يعني او سبب او طفيليات، هي اللي بتكون معدية من شخص إلى آخر. تماما. اليوم الأشخاص اللي عندهم مشاكل سواء فطريات سواء أكزيما سواء أمراض جلدية نوعا ما ممكن تكون وراثية أو منتقلة بالوراثة، قديش اليوم درجة الاهتمام بالنظافة الشخصية لازم تكون زيادة أو لا منضل ضمن الحدود الطبيعية بالنسبة لهدول الأشخاص؟ هلأ الأمراض الوراثية خلينا نقول أو الأمراض اللي سببها مناعي، هلأ ما دخل أنه هن يهتموا بنظافتهم حتى انه مثلا ما ينصابوا او نخفف من المرض، بس اكيد هلا لما يكون انت عندك الجلد، الجلد هو الحاجز الاول لجسم الانسان لحتى يدافع عنه عن العناصر كلها الممرضه باشكالها. فانت هون لما يكون عندك مشكله انت من الاساس او مرض من الاساس، فانت جلدك اضعف من غيرك، انت مؤهب اكثر للامراض، فانت المفروض تهتم اكثر من غيرك بنظافتك الشخصيه، بادويتك، بعنايتك، اكيد لانه انت عندك ضعف بمناعتك او بجلدك اكثر من غيرك، اكيد الاهتمام بده يكون مضاعف. اليوم اذا بدنا نروح لناحيه العلاج بالنسبه للامراض اللي عم تنتج عن قله الاهتمام الشخصي، كيف عم يتم آلية العلاج؟ هل هي كلها دوائية أو لا؟ في آلية علاج تعتمد على بس أنه أنت اهتم، يعني أمن ما يصير. الوقاية، الوقاية قبل العلاج ضروري كتير. بنرجع من يعني بننوه انه المريض انه قد ما فينه يهتم بنظافته، يعني هذا الشيء بديهي ومفروض. وهيك انه الوقايه هي اهم من العلاج، يقدر دائما يغير ثيابه الداخليه، يغسلها، يشمسها، يعني خلينا نقول بالوسائل المتاحه. هلا لما يكون نحن عندنا خلص صار في عدوى او صار في مشكله، كل مشكله الى علاجاتها. اذا عندنا نحن انتانات جرثوميه، في عندها انتيبيوتيك احيانا بيكون فموي، احيانا بيكون موضعي كافي، مضادات الفطور، غسولات الجسم، في يعني كل حاله نحن لها ادويه مختلفه حسب المريض هو شو بحاجه. تماما. دكتوره دائما فصل الشتاء يعني حتى ببعض الاوقات بتنتشر هيك مقاطع طريفه عن موضوع الوقت بالحمام، انه الشخص بالشتويه بياخذ الحمام باسرع وقت ممكن وبيطلع ثلاث دقائق. فاليوم الاطباء قديش ممكن يوصوا بالحاله الطبيعيه للاستحمام الوقت اللازم ياخذه الشخص بالحمام؟ من 5 إلى 10 دقائق يعني، اتوقع انه كافي لكل حدا يعني.
بالنسبة لطريقة الاعتناء يعني بنظافة الجلد، البعض يعني بالحمام مثلا أو بالاعتناء باليوم العادي مثلا ممكن يخرش الجلد نتيجة استخدام بيفكروا حالهم كثير. تماما صحيح، وعندهم وسوسة بهذا الموضوع، بيفكروا أنه أنظف. هو على فكرة أكبر غلط، نحن بنعمله التليف كثير أو التفريك كثير، لأنه أنت هون عم بتخرج جلدك كثير، عم بتنشفه أكثر، عمل بنية ضعيفة تماما، عم بتخليه مدخل للجراثيم ممكن يكون اكثر، لانه انت هالتخريش او هالحكه خربت هالحاجز هذا الطبيعي. هلا انا دائما بنصح المرضى وخاصه اللي جلدهم كثير ناشف جاف، او المرضى اللي جلدهم رقيق، او اللي عندهم امراض التاتبيد وغيرهم من امراض الاكزيما، انه يتحمموا مثلا بصوابين تكون خاليه، خلينا نقول بالمواد المعطره والمخرشه. في ناس مثلا بيتحمموا بديتول، فهذا كثير غلط يعني الدرجة. ايه بصوابين ديتول كثير مثلا بيجي مرضى انه انا بتحمم بالديتول مشان ما يصيبني امراض، او حتى مشان انه ما يصير في على سطح جلدي جراثيم. اكيد هي اخطاء كثير شائعه يعني، او مثلا بيستخدموا الغسولات النسائيه كثير برات كثيره، انت هيك بالعكس عم تاذي حالك، عم تغير من الفلورا الجرثوميه الطبيعيه، يعني انت عم تخفف عمل الجراثيم المفيده. خلينا نقول بكفي صوابين لطيفة يكون فيها جليسيرين، ما في داعي للتفريك الزايد، المي تكون فاترة، وأهم شيء بعد ما خلص حمام اللوشن المطريات اللي بترطب وبتعزز من مناعة الجلد. تماما، يعني بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأهم شيء يعني توفر المي السخنة والأجواء المناسبة للاستحمام بالأجواء والظروف اللي عم نقطع فيها الصعبة. كل شكر لك دكتورة هلا ونورتينا اليوم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. في معكم مشاهدينا باقي فقراتنا لليوم، ولكن رح نروح لفاصل صغير ونرجع، خليكم معنا. استقلابات كتيرة وحركات كتيرة غريبة بتصير معنا بالجسم، البعض بيستهجنها والبعض يحرج منها، مثل قرقعة المعدة. كتير من الناس بتعتقد أنه قرقعة المعدة عم تكون بسبب الجوع، ولكن ممكن يكون في أسباب تانية، وممكن ما يكون الجوع هو السبب الرئيسي لهالحالة. شو الأسباب الصحيحة لقرقعة المعدة؟ رح نتعرف عليها كلها ضمن التقرير التالي. بيسمع الإنسان أحياناً أصوات من البطن بتشبه صوت المي اللي بيتحرك عبر الأنابيب، وهذا الشيء بيسبب شعور بالإحراج والتوتر، وخاصة إذا طلعت هاي الأصوات وقت نكون قاعدين مع رفقاتنا أو حتى زملائنا بالعمل. ممكن تعتبرها مجرد علامة على الجوع، لكن هل الجوع هو السبب الرئيسي لهدول الأصوات الصادرة من المعدة؟ ممكن يكون الجوع هو السبب، ولكن في أسباب تانية أكيد ممكن تخلي هاي الأصوات بأي وقت كان، حتى بعد تناول الطعام. تحدث القرقرة نتيجة حركة تعرف بالحركة الدودية، يلي هي مجموعة من انقباضات العضلات اللي بتعمل على تحريك محتويات القناة الهضمية على طول الأمعاء الدقيقة وقت وجود سوائل وغازات. وأيضاً وقت تكون المعدة خاوية، يعني عدم وجود أي شيء يمكن أن يقلل من هذا الصوت، لهيك ارتبطت هاي الظاهرة بالجوع. أصوات الأمعاء هي أمر طبيعي، لكن وقت تتكرر وبصوت عالي ممكن يكون في مشكلة بالجهاز الهضمي، خاصة إذا رافقتها هاي الأعراض، واللي هي غازات، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وأيضاً غثيان، قيء، تكرار الإسهال، الإمساك وبراز دموي، وأيضاً حرقان. لتخلي معدتك أقل إزعاجاً، ممكن تحاول تغير نظامك الغذائي وتتجنب الأطعمة الغازية يلي بتسبب الانتفاخ، مثل قرنبيط، المكسرات والثوم، بالإضافة للمشروبات الغازية لجميع أنواعها. وأيضاً الإبطاء أثناء تناول الطعام ومضغ وابتلاع كل لقمة بشكل تام. وأخيراً ينصح بعدم الإفراط بشرب المي والسوائل وقت ممارسة الرياضة، لأنه مع كل هذا التنفس الثقيل إلى جانب الهواء اللي عم تشربه مع كل رشفة مي، ممكن أنه تبلش معدتك
تعزف سيمفونيات مزعجة ما بتقدر توقفها. تتنوع مشاهدينا تصاميم وديكورات المنازل، ومن ضمن هي التصاميم تصميم المطبخ، المطبخ الحديث اللي صرنا عم نشوفه بأشكال مختلفة وتصاميم مختلفة تبعا للمساحة المخصصة له من البناء. صحيح بشار، وبما أنه المطبخ هو أكثر مكان السيدة بتتردد له، فكل السيدات بيتمنوا أنه يكون مطبخهم يعني بأدق التفاصيل، كل شيء ضابط، كل شيء عندهم تمام وكل شيء رواء. شو النصائح يلي بيوجهوها مهندسين الديكور لحتى يكون المطبخ مناسب لكل الاستخدامات يلي ممكن تكون جواته؟ كل هالتفاصيل رح نحكيها مع المهندس رفعت أسعد، مهندس ديكور، وصار معنا ضمن استديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ معنا لليوم. خلينا نبدأ حديثنا من الفرق بين المطبخ الحديث كديكور والمطبخ القديم. بداية المطبخ الحديث في يعني عدة سمات هي اللي بتميز، أنا أقدر أشوف أنه هذا المطبخ الحديث شو بيفرق عن المطابخ القديمة. فخلينا نعددهم. هن أول شيء البساطة بالتصميم. فنحن عنا بالمطابخ الحديثة بنشوف مساحات نظيفة سواء بأبواب الخزن أو بشكل عام، ما عنا مثلا تعقيد اللي كان بالمطابخ القديمة. بتشوف مثلا في مسكات بالمطابخ القديمة للأبواب. فنحن مثلا بالمطبخ الحديث أول شيء أنه دائما عنا المسكات، إما هي عبارة عن فرزات أنا بفوت إيدي وبفتح الباب فيها، او ممكن حتى يكون ان هي الابواب ما يكون في شيء، تكون تاتش انا بس اكبس يطلع الباب لحاله، ابواب رفع يمكن. كمان في هي الحركات الهيدروليكيه اسمها، هي بتكون اكسسوارات هي بتحدد لي كيف طريقه يفتح الباب، ممكن يكون بشكل افقي، ممكن يكون بشكل سحب مثلا لاماكن التخزين طبعا. ففي عده خيارات بهذا الشيء، اضافه حتى كمان المواد المستخدمه هي اللي بتحدد لي. ف بالمطابخ الحديثة في كتير شغلات جديدة بالنسبة للمواد، تختلف عن المواد اللي كانت تستخدم بالسابق، عملية أكثر، مناسبة أكثر، سهلة التنظيف أكثر. كمان إضافة إنه الأجهزة المستخدمة، أكيد الأجهزة مع تقدم الزمان تختلف عن الأجهزة المطبخية اللي كانت تستخدم من قبل. فهي هي أكثر الشغلات اللي بتحدد لي أنا سيمة هذا المطبخ إنه هو حديث. اليوم يعني ما في سيدة إلا وبتتمنى أنه يكون المطبخ عندها واسع، وأغلب السيدات بيشتكوا يعني لما يكون المطبخ صغير بيتضايقوا. قديش عنصر المساحة بتصميم المطابخ هو مهم، وكيف ممكن نحن نستثمر هذا الشيء؟ يعني حضرتك ذكرت شوية معلومات، خلينا نتوسع بالتفاصيل أكثر. تماما، نحن خلال عملية التصميم لما بدنا نعمل مطبخ، سواء هو لما يكون في بيت نحن عم نعمل له إعادة تأهيل أو بيت من جديد، فأول شيء نحن عنا بمرحلة التصميم هي دراسة المساحات. وغالبا نحن عنا هون بالمنطقة يعني غالبا البيوت القديمة اللي عم نعملها إعادة تأهيل عم تكون هي بالأساس مساحة المطابخ صغيرة، فنحن بحاجة كل سنتي فعليا بهذا المطبخ. فعنصر المساحة هو أهم شيء بالدراسة اللي بدنا نعملها. ومن بعد المساحة وتوزيع أماكن العمل نحن بننتقل لمراحل التصميم التالية اللي هي سواء المواد، الإضاءة، الإكسسوارات، هالقصص هي. في خدعة بتكون موجودة بقلب المطبخ للمساحة مثلا؟ هي مثل ما حكينا إنه نشوف نحن مثلا أنا عندي مساحة عمل هي لازم تكون أقل شيء 60 سنتي، فنحن عم نلتزم فيها 60 سنتي، وفرنا سنتي من هون سنتي من هون كذا، فهن بالأخير رح يجمعوا. إضافة مثلا استغلال الزوايا، عادة لما يكون عندنا المطبخ في كورنر فالزوايا المقتولة هلا في مثل كمان اكسسوارات تفيدني بهذا الشيء، انه انا اي زاوية ما تروح هدر. اضافة كمان للتخزين العمودي، فنحن يعني عم يكون عندنا التخزين من الارض للسقف، اللي قريب مني انا بستخدمه للشيء اللي دائما بدي اياه قريب مني، والاعلى بيكون للشيء اللي ممكن مو دائما انا بحاجه له. ففي كثير طرق. تماما. استاذ رفعت، اليوم يعني دائما بنشوف اشكال مختلفه للمطابخ، بعضها بيكون مغلق بشكل كامل والباب الرئيسي، وبعضها بيكون مفتوح مع وجود الطاوله بوسط المطبخ والا ما هنالك. اليوم شو الفرق بيناتهم؟ نحن بنتبع هذا الديكور تبعا لرغبه صاحب العمل او لا تبعا للمساحه وممكن يفرض علينا هذا الشيء؟ بصراحه هن العاملين سوا، بس نحن حتى لو كان
العامل المساحه نحن بده يحدنا بشيء بنقدر نتحايل عليه بعمليه التصميم. كمان اضافه لرغبه الزبون، في ناس بتحب انه يكون في المطبخ خصوصيه، ما بتحب انه دائما يكون هو لازم يكون بابهى صوره لحتى مين ما كان موجود يشوفه، في ناس لا بتفضل يكون مفتوح على الصالون ويكون في بالنص طاوله طعام تكون بين المطبخ والصالون. هلا كمان مع الشيء الحديث نحن عم نشغل شيء من هلا يكون عم يكون في عندنا مطبخ اساسي مسميه المطبخ البارد. هذا اللي يعني دائما مثل ما بنشوف بالمسلسلات بالافلام بيكون مرتب وكل شيء 100% وكانك انت يعني عامل شيء للعرض. بيكون في مثلا جانبه المطبخ السخن، هذا بالمطبخ بيكون للعمليات الطبخ والى ما هنالك الطبخ المعقده الغاز القصص اللي لها ريحه الشغلات اللي ممكن مظهرها ما انا اللي بتفضل السيدات ما نفوت عليه طلب المطبخ هذا سري للغايه بيكون. طيب كون عم نحكي عن الطبخ والغاز والروائح، يعني اليوم المطبخ هو اكثر مكان معرض لانه يكون في جواته مواد يعني لها الوانها مثل الزيوت الشحوم يعني، فخلينا نحكي عن نوع الرخام او البلاط المستخدم بالمطابخ، هل هو مختلف؟ تمام. وهل في نوع مفضل يعني نوع هو انسب للمطابخ مثلا؟ اكيد نحن عندنا ثلاث مناطق بالمطبخ ممكن نستخدم فيها هي المواد اللي بتكون رخاميه او غير الخشب والقصص. عندنا اولا الارضيه، فنحن نفضل انه بالارضيه يكون الماده المستخدمه اكثر شيء مناسبه وما بتاثر فيها المواد او شيء، هي البورسلين. نحن عندنا في هون بس نوضح شغله، نحن يعني بالعاميه بيقولوا له بسموه عندنا السيراميك، هو السيراميك غير البورسلين غير الجرانيت غير الرخام. البورسلين هو القطع الصناعيه اللي بنشوفها البلاطات الصناعيه التايلز، الرخام هو رخام طبيعي وفي رخام صناعي. فنحن بالمطبخ بالاماكن العمل لما بدنا نستخدم بترس العمل لازم يفضل انه يكون اما رخام صناعي ما بتاثر فيه العوامل، لانه الرخام الطبيعي سريع التاثر بمواد التنظيف او اذا شيء بده يتشربه فدغري ببين عليه زيوت او شاي او اي شيء ملونات، او اذا بدنا نضل بالطبيعي فالجرانيت اللي هو كمان حجر طبيعي بينما هو اشد قساوه من الرخام فبيتحمل العوامل اكثر. فنحن كالارضيه يفضل انه البورسلان اللي هو البلاط الصناعي، ترسل العمل اما رخام صناعي او الجرانيت. وفي عندي انا دائما الحيط اللي بيكون على تماس مع ترس العمل، هذا نحن كمان هي المنطقه بين ترس العمل والخزنه اللي فوق كمان بتكون من نفس ماده الترس، فممكن هي تكون كمان من نفس المواد المستخدمه تبع الترس. اضافه للخزن، فهلا كل فتره دائما بيطلع مواد جديده بالنسبه لخشب المطابخ، بتكون هي لها من برا قشره بلاستيكيه ومعالجه بطريقه معينه تكون عازله ما تاثر فيها المي، ما تاثر فيها العوامل، والحشوه اللي من جواتها بيكون خشب صناعي، ومن برا بتكون بالوان وخامات متعدده حسب ذوق صاحب المنزل. تمام. استاذ رفعت، اليوم دائما يعني الوان المطابخ بعض السيدات بيربطوها بالوان باقي البيت، بعض السيدات لا بفضلوا انه لا لون المطبخ يكون داكن نوعا ما قريب للخشبي والى ما هنالك، اليوم شو الالوان الرائجه؟ شو الالوان اللي بتقدر اليوم السيده تختارها؟ وشو الالوان المناسبه ايضا للمطبخ؟ هلا نحن اول شيء لما بدنا نحدد اللون بدنا مثل ما حكيت انه نشوف انه يتماشى مع ارجاء المنزل مشان يكون كل شيء متناسق. عاده اكثر شيء بيكون بالمطبخ هو الالوان الخشبيه والالوان البيج والابيض والرمادي، هي يعني دائما بالمطبخ بتعطيني طابع حلو متناسق وبتحسسني يعني بكبر المطبخ، ما بنميل انه نكتر الوان او شيء، بنختار الوان متناسقه بين الارضيه بين الخشب يلي تحت ممكن يكون لون معين ويلي فوق ممكن يكون كمان لون ثاني بس متناسق او من درجات اللون
اللي موجود بالخزن تحت. تمام. الخزن شرط يكونوا نفس اللون بين الخزن اللي على الخزن اللي فوق او ابدا لا. ممكن يكون نحن عندنا من لون لثلاث الوان في طبيعه الحال. نحن عندنا ثلاث مناطق للخزن، هي اللي تحت ترس المطبخ، واللي فوق ترس المطبخ بيكون في عندي خزن عمق 35 سنتي، وفوق بيكون مثل اللي حكينا عنهم ان هن للتخزين او الشيء اللي انا مو دائما بحاجه له تحت ايدي. طبعا. ممكن هذا يكون كمان شيء خامه ثالثه، ونفس الوقت بده يتناسق معهم لون الرخام ولون الارضيه. في حالات معينه ممكن نحن نستخدم الالوان الجريئه بالمطابخ، مثلا اذا انا عندي استوديو وهو صالون مفتوح على المطبخ هو طابعه كثير عصري، ممكن نستخدم لون جريء ليضل يحس يضل يعني المطبخ مرتبط مع جو مع جو الصالون بشكل عام، ما احس انه المطبخ جامد عنه. اتجهنا شوي لموضوع الخزن، فبدي احكي على فكره انه اليوم اي حدا او اي يعني ابن من ابناء المنزل بفوت على المطبخ دغري بيسمع صوت الام انه لا تطبع لي بايدك. فانت متخيل انه مثلا يكونوا الايدين هن اساسا عم تشتغل وتجي تمسك الخزانه مثلا، اكيد حيطبع. اليوم شو انواع الخشب المستخدمه او انواع الماده المستخدمه للخزن بحيث انه نحن يعني نوفر الراحه للام ونحافظ على سلامه الابناء من اي طارئ راح يصير؟ شكلها معاني هي فاطمه الموضوع. خليني ساكته. هو قديما كان يستخدم الخشب الطبيعي بالمطابخ، بعدين بالوقت كل فتره بيتم تطوير هي المواد. فنحن عندنا الخشب الطبيعي هو كان يستخدم من قبل، وممكن في ناس يكون عنده رغبه انه يستخدم هلا، بس بين هو يعني اول شيء تنظيفه معقد بالنسبه للخشب الصناعي، ثانيا بيكون كلف كثير عاليه مقارنه بالشيء الصناعي. انواع الخشب الصناعي نحن في كثير، عندنا البي في سي، عندنا الهاي جلوس، كل هو بشكل عام هو خشب صناعي مضغوط مغلف بطبقه معينه، فهي الطبقه هي كل خواص معينه الى اسم معين. وكل ما على الوقت نحن عم تتطور هي القشره او الطبقه اللي مغلف فيها الخشب لتكون ضد انه تعلم عليها الايدين، ضد انه تاثر فيها العوامل لما امسحها انا ما تجلغم. هي طريقتها هي يعني خليط من عده مواد ملدنه وبلاستيك، واحيانا بتكون قشر للتغليف بيتغلف فيها، وبتكون هي المكونة لهذا الشيء. ومثل ما حكينا انه بتكون مدروسة انه ما تتعلم فيها هي الامور. تماما. وما تعني زميلتنا فاطمة اهم شيء. هي لازم نعمل حلقة خاصة فيها. تماما. لازم. بدي اروح شوي للمطابخ الحديثة اليوم. عم نشوف التكنولوجيا كثير عم تفوت بارجاء البيت، اليوم كيف نقدر نوظف التكنولوجيا بالمطبخ؟ هل في اقسام معينة نحن نقدر نستفاد فيها من خلال التكنولوجيا والمطبخ الالكتروني نوعا ما؟ اكيد نحن يعني 60% من مكونات المطبخ هي الاجهزه الالكترونيه. فبالشيء الحديث نحن عندنا كاجهزه، نحن ما عاد عم يكون مثلا عندنا نحن الفرن بشكل كامل، عم يكون عندنا ترس الغاز هو مساحه العمل، والفرن مثلا والميكروويف عم يكونوا مكان منفصل عنه بشكل عمودي جوا المطبخ. البراد كمان عم يكون عنا إذا في إمكانية عم يكون بشكل مخفي، ما عاد نحن عم نكون عنا مثلا براد نحن عم نحطه بالمطبخ، بيكون البراد مصنع من أساسه ليكون موضوع جوا خزن المطبخ. فنحن بنحط عنا البراد وبيكون الباب تبعه خشب من نفس روح المطبخ، بحيث أنا ما أحس اختلاف أو تفاوت بعمق البراد عن عمق الخزن. هي بالنسبة للأجهزة. بالنسبة للتقنيات التكنولوجيا نحن في عنا مثل ما حكينا من شوي طريقة فتح الخزن، نحن التكنولوجيا كتير فاتت بهذا الموضوع. في عنا ممكن يكون لنا باللمس، في ممكن نحن نكبس زر تفتح الخزانة بشكل مرتفع بشكل انه انا ما اقدر ارجع انزلها. فنحن هذا الموضوع بيكون عن طريق كبسة، انا بكبسها بترجع بتنزل لحالها. موضوع كمان الإيماء هذا كمان موجود، أنا مجرد ما أعمل هيك قدام الخزانة فهي رح تفتح
لحالها. إذا فينا كمان موضوع الإنارة كمان نشمله موضوع التكنولوجيا، فإنارة المطابخ الحديثة أكيد بتختلف عن القديم، بحيث الإنارة المخفية فوق مناطق العمل، الإنارة تحت اللي بتعطيني لمسة كتير حلوة، وهي الإنارة بتساعد أحيانا بإبراز مساحات اللازم، هي عنصر أساسي بجمالية المطبخ. تماما. يعني بدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها. هو صحيح بالنهاية كل شيء ذوق شخصي، ولكن في أساسيات المفروض أنه قدر الإمكان أنه الكل يلتزم فيها. شكرا لك مهندس الديكور رفعت أسعد على كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا كثير لكم وشكرا لاستضافتكم. شكرا لوجودك معنا، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك يا رب. بفقرة برا الزوم مشاهدينا عم نعمل جولة حول العالم على أغرب وأطرف العادات والتقاليد الموجودة عند الشعوب. شوفي بفقرة برا الزوم مع زميلتنا سوسن، منتابع سوا ومنرجع. يسعد أوقاتكم مشاهدي قناة العالم سوريا وبفقرة برا الزوم. مين منا ما خاف من شغلات كتيرة حواليه؟ ويمكن هالخوف كان من أشياء حقيقية أو قصص اخترعناها أو تناقلناها بطفولتنا، وأغلب هالقصص اختلطت تفاصيلها بين أجزاء من الواقع وتفاصيل تانية مبعثرة جمعها عقلنا بطريقة ما. بالنسبة لإلي كان خوفي الكبير من شخصية الأبو أصابع، ويمكن الاسم محتال شوي، بس هو الشيء المخيف لوحش عملاق موجود بالظلام ورح ياكلني إذا ما نمت أو ما سمعت الكلام. بس لما كبرت عرفت انه لازم خاف من يلي عنده ايدين طويله بلا معنى. هلا اذا سالتوا الناس يلي حواليكم من شو خافوا هن الصغار، رح يجاوبوكم باسمين ما الهم تالت، البعبع او العو، والثاني عمو الحرامي. هلا عمو الحرامي ما توقعوا شخصيه خياليه بتسرق مشان الحاجه، بس هو حقيقي واحيانا بيلبس طقم ومعه مصاري اكثر مني ومنك. أما العو أو البعبع فهو شخصية أسطورية بفم كبير وأسنان طويلة وعيون حمر بيخوفوا، بيظهر من العتمة بطوله الفارع ليقتنص الطفل يلي ما بيسمع الكلام أو قليل الأدب. مفهوم البعبع بالنسبة لمصر والمغرب بيتشابه معنا، بس بيسموه بأمنا الغولة، وهي امرأة عندها أنياب حادة وجسم طبيعي بس رجليها بحوافر الحمار، وبمصر الأهالي بيخوفوا أطفالهم فيها وبيقولوا إذا بعدوا عن البيت رح تاخدهم أمنا الغولة على الكوخ وتاكلهم. برأي الأساطير بالرعب هن الروسيين يلي ما اكتفوا بقصة بيخوفوا فيها الأطفال، وإنما أبدعوا باختراع شخصية العجوز البابا ياغا، ويلي بتعيش ببيت مبني على قوائم أو رجلين دجاج، وهالبيت بيتحرك وبيطير وهوسها إنه تاكل الأطفال. طبعاً إذا مفكرين إنه انتهى الرعب فهو لا، لأنه في تهويدة مخصصة بينام عليها الأطفال قبل النوم، والصوت نفسه ما إنه بس المرعب وإنما معاني الكلمات، لأنك إذا زلمة افتح لي عينك. دائماً رح يكون عنا أفكار مختلفة ببرا الزون، تابعونا. المشاريع الصغيرة والمتوسطة عم تكتر بأيامنا هيدي، وفي كتير ناس عم تتوجه لها لحتى تنتج منها مردود مادي ولو حتى بسيط، لأنه بشار اليوم ما حدا بقى يكتفي بمردود واحد، وإنما الكل صار يبحث عن أكثر من جهة. صحيح، واليوم يعني هي المشاريع عم تشهد تطور كتير كبير وتقدم بكل المجالات وبكل الاتجاهات، ولا سيما بجهود الشباب وخبرتهم بهذا المجال. اليوم رح نحكي عن مشروع يتعلق بزراعة
الزعفران، وايضا يعني مشروع شهد تطورات كثيره ومراحل كثيره، التفاصيل كلها راح تخبرنا عنها اكثر الدكتوره فاطمه مصطفى عبد الرحمن الحاصله على دكتوراه بالاختصاص الزراعي اللي صارت معنا ضمن استديو دامسكو. اهلا وسهلا فيكي وانضمت لنا ايضا عبر سكايب. اهلا وسهلا فيكي دكتوره. اهلا وسهلا، اهلين مسنوري، اهلين وسهلين. بداية دكتورة أنا عندي معلومة على أمل أنه إذا فيها غلط تصححي لي إياها، ولكن بيقولوا أنه الزعفران هو أغلى أنواع النباتات، اليوم من وراء نبتة غالية الثمن بهذا الشكل أكيد في استخدامات وفي فوائد كثيرة، نتمنى تخبرينا عنها حضرتك. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء بالنسبة لنبات الزعفران كما يطلق عليه اسم الذهب الأحمر، يعود السبب في ذلك إلى أنه نبات الزعفران يعتبر من النباتات الغالية الثمن. السبب في ذلك أن نبات الزعفران لزراعته وحتى مرحلة الحصول على الإنتاج يستغرق 3 سنوات، بالإضافة إلى أن نبات الزعفران للحصول على كيلوغرام واحد فقط من المياسم نحتاج من 100 إلى 150 ألف زهرة من أزهار الزعفران، بالإضافة إلى أنه للحصول على 1 كيلوغرام من مياسم الزعفران نحتاج من 50 ألف إلى 70 ألف بصلة، أي أننا نحتاج إلى كمية هائلة جدا من الأبصال ومن الأزهار للحصول على كيلوغرام واحد فقط من المياسم الذي هو الجزء المستخدم من الزعفران، ومن هنا أطلق عليه اسم الذهب الأحمر، ومن هنا اكتسب هذا النبات أهميته الكبيرة واعتبر كنبات اقتصادي، نبات غالي الثمن، وهو نبات عالمي مشهور جدا وخاصة في إيران، في الهند، في إسبانيا وغيرها من دول العالم. تماما دكتورة، اليوم يعني الحديث عن الزعفران مثل ما ذكرتي وانتشاره بالدول كتير كبير، خليني روح لحضرتك للمشروع، ليه توجهنا للزعفران تحديدا؟ كيف كانت الخطوة الأولى ومنين بدينا؟ اي تفضل. هلا نحن توجهنا لنبات الزعفران مثل ما قلنا انه لأهميته العالمية الاقتصادية من ناحية، ولاستخداماته الكثيرة وخاصة في مجال التوابل المنكهات، يستخدم ك صباغ بسبب احتوائه على مواد صباغية مثل مادة البروتين، مادة الكاروتين، بالإضافة لاستخدامه كمادة عطرية، فهي من النباتات المستخدمة بصناعة العطور وخاصة العطور الشرقية، بالإضافة إلى أنها من النباتات الزينة ذات التنسيق الخارجي والداخلي. هلا أنا ليش توجهت لهذا النبات بالذات وخاصة في مدينة حلب؟ توجهنا إلى هذا المشروع بالذات كون أنه منطقة حلب أو مدينة حلب غير مشهورة بزراعة الزعفران، إنه زراعة الزعفران ما توسع بالشكل اللي لازم يتوسع لزراعة هذا النبات. توسعنا بزراعة هذا النبات في مدينة حلب إنه مدينة حلب لا تعرف زراعة الزعفران أو أنها مزروعة على نطاق محدد وصغير جدا، فحبينا نحن ننشر ثقافة زراعة الزعفران في هذه المدينة، وخاصة أن نبات الزعفران من نباتات المنطقة التي تتحمل المناخ المعتدل والقاري، أي أنها نبات منطقة الحوض المتوسط تتحمل درجات حرارة تتراوح ما بين -10 إلى +40 درجة مئوية، فمنطقتنا نحن مناسبة جدا لزراعة الزعفران، لذلك توجهنا إلى زراعة هذا النبات حتى ننشر ثقافة زراعته في مدينة حلب، لأنه يعني زراعته فقط محصورة في عدة مناطق في سوريا، سواء كان في ريف دمشق أو في عدة مناطق من سويداء وفي حمص بالإضافة إلى طرطوس، لذلك نحن حبينا ندخل هذه الزراعة في مدينة حلب. اليوم دكتورة أي شخص بيكون ضمن الاختصاص الزراعي أو بيكون دارس هندسة زراعية الغالب منهم بيتوجه لأنه ينتظر مسابقات التوظيف، اليوم حضرتك يعني اتجهتي لأنك تعملي مشروع خاص فيكي، قديش كان في تناسب وكيف أنت كنت عم بتطبقي الأسس يلي كانت على مدى سنوات الدراسة ضمن هذا المشروع؟ هلا انا اول شيء انطلقت من هذا المشروع بالاعتماد على خبرتي، وخاصه اني حاصله انه على دكتوراه بالزراعه، ومجال اختصاصي بالاجازه كان هو البساتين يعني الاكثار، وانا اهتميت كثير بمجال اكثار وتجذير النباتات، وبالمجال الخاص يعني ضمن حياتي الطبيعيه كنت مهتمه بزراعه الابصال، ابصال الزينه وخاصه ابصال النرجس، السوسن، الجليول، فولونيا، فعندي خبره بهذا المجال، فحبيت انا استغل دراستي وخبرتي العمليه بإكثار نبات الزعفران، وهو يعتبر من المشاريع الصغيرة يلي يستطيع أي إنسان أي شخص سواء كان مختص بالزراعة أو هاوي في مجال الزراعة أو يبحث عن مشروع صغير إنه يبدأ بمشروع نبات الزعفران. السبب في ذلك إنه هذا المشروع هو مشروع صغير، يعني المشروع الصغير دائما قد يكون نقطة انطلاق لمشروع كبير،
فأحيانا كثير إنه كثير من الأشخاص بيبدأوا بفكرة صغيرة، من هذه الفكرة الصغيرة قد يستطيعوا أن يصلوا إلى مشروع ضخم، ويصبح هذا المشروع الضخم هو مصدر دخل أو مصدر معيشة مثل ما بيقولوا، مصدر رزق. فدائما لازم الشباب يتوجه ينطلق من المشاريع الصغيرة، سواء كان على مستوى زراعة بسيطة أو أي شيء آخر يستغله لحتى يقدر يوصل لمشروع كبير. فأنا اعتبرت أنه مشروع الزعفران هي المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، فمثلا أنه على مساحة 10 متر مربع فقط يستطيع أن نزرع ما يعادل 500 بصلة. تمام. 500 بصلة أنا بقدر أزرعها ضمن 10 متر مربع، ضمن قطعة أرض زراعية صغيرة، ومنها بنطلق لمشروع أكبر، مساحات أكبر. فأنا إنه من شيء صغير نستطيع أن نصل إلى شيء كبير. تماماً. دكتورة، بدي روح شوي لسؤال عن موضوع مساحة الأرض، نوعية التربة. اليوم يعني أي شخص قادر على زراعة الزعفران؟ أيضاً يعني طبيعة التربة اليوم ممكن تلعب دور بهذا الموضوع، وبالتالي هل الأرض لازم تكون مزروعة قبل بأي محصول سواء بقولياته إلى ما هنالك أو لا؟ اليوم أي أرض نحن قادرين أنه نستثمرها بهاي الزراعة؟ كل نبات له شروط خاصة فيه. فمثلاً نبات الزعفران الشروط الخاصة في انه هي من النباتات اللي بتحب التربه المفككه، التربه المفككه بيساعد لانه هذه البصله تاخذ الظروف المناسبه لها ضمن التربه وتعطيني من البصله الواحده عده بصيلات، خاصه نحن بنعرف انه البصله الزعفران تعطينا عده ابصال تتراوح ما بين 3 إلى 7 أبصال خلال الدوره الانتاجيه الواحده. فهذا النبات يحتاج اول شيء الى التربه المفككه، ثاني شيء الى التربه الغنيه بالازوت. نحن نقدر نحصل على الازوت الذي بيحتاج له نبات الزعفران انه تكون التربه مزروعه سابقا بالبقوليات، مثل ما بنعرف انه البقوليات هي من النباتات التي تقوم بتثبيت الازوت الجوي وتقوم بزياده محتوى خصوبه التربه من الازوت. تمام. هي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه انه هي من النباتات اللي بتحتاج للسماد البلدي. بس انا مثل ما بنعرف انه نبات الزعفران هي من النباتات المعمره التي تبقى في الارض لمده تصل حتى 6 إلى 7 سنوات. فلذلك نقوم باضافه السماد البلدي مرة واحدة فقط عند السنة الأولى من الزراعة فقط، فاحتياجاته السمادية هي فقط في السنة الأولى من الزراعة، وتبقى في التربة لمدة 6 إلى 7 سنوات. إذا تحتاج إلى السماد البلدي، إلى تربة مزروعة سابقا بالبقوليات. ولكن يجب، وهناك نقطة أريد أن أشير إليها، أن نبات الزعفران هي من النباتات اللي كمان تنصاب بالأمراض، وهناك أمراض مشتركة بينه وبين نبات البطاطا والبرسيم. فأنا وقت بدي أزرع نبات الزعفران يجب أن أنتبه أنه التربة ما تكون مزروعة سابقا بنبات البطاطا ونبات البرسيم بسبب وجود أمراض مشتركة بين هذين النباتين. رابع نقطة، أنه نبات الزعفران هي من النباتات التي تحب أن تتعرض لأشعة الشمس، وخاصة في السنة الأولى من زراعتها يجب أن تتعرض لأشعة الشمس من 6 إلى 7 ساعات. هي من النباتات ذات الاحتياج المتوسط للري، يعني أنه لا تحتاج لسقاية كثيرة، فهي فقط احتياجاتها. يعني أنا ما بغمر الأرض بالتربة لأنه التربة بالمي، لأنه البصلة تتعرض للتعفن، هي نقطة لازم أنه انتبه لها أنه ما نكتر الري. فأنا بكتفي إذا كانت المنطقة فيها معدل هطول مطري كافي أنه نبات الزعفران يحصل على الري الماء من مياه الأمطار فقط، فهي من الاحتياجات المتوسطة للري، احتياجات قليلة من السماد. نباتات التربة تحب التربة المفككة. هذا بشكل عام هي الظروف اللي بتحتاج إليها نبات الزعفران. ولكن انه اذا بدي احصل على انتاجيه عاليه جدا، فهي من النباتات التي يجب زراعتها في المناطق اللي بتراوح في ارتفاع سطح البحر ما بين 600 الى 1200 متر عن سطح الارض. دكتوره، اليوم يعني اي مشروع اكيد فيه صعوبات، وخصيصا بمجال الزراعه كمشروع عم يخضع للاجواء والظروف المناخيه. حضرتك عم تعملي مشروع زراعي بمنطقه حلب، خبرينا عن الصعوبات يلي كانت مواجهتك بزراعة الزعفران ضمن هذا المناخ. هلا هو مناخ مثل ما قلنا انه نبات الزعفران من النبات اللي بيتحمل يعني مدى واسع من درجات الحرارة، هي من النباتات المناخية القارية المعتدلة. بس انا الصعوبات اللي واجهتها عند ما بدأت بهذا المشروع هو فقط توفير، شلون حصلت على المصدر الأساسي لأبصال الزعفران. مثل ما قلت انه هو نبات يعني رغم اهميته الا انه غير يعني مزروع بمناطقنا، يعني ما في ثقافه زراعه. فانا هي الصعوبه الوحيده اللي لقيتها، اني حصلت على الماده الاساسيه واللي هي الابصال واللي قدرت امنها، ولانه هذه الابصال يجب ان تكون نظيفه معقمه غير مصابه بالاعفان.
فهي الصعوبات الوحيدة اللي تواجهتها لحتى قدرت أمن الأبصال من مصدر نظيف، مصدر معقم. أما غير شيء فهي مثل ما قلنا من المشاريع اللي ما بتحتاج لكثير من المعدات، فقط مساحات صغيرة، ما في احتياجات كثيرة، وأي إنسان يستطيع أن يقوم بزراعة هذا النبات. تماماً دكتورة، يعني يعطيك ألف عافية. وبالختام بدنا نعرف لوين رايح المشروع، هل ممكن أيضاً نتطرق لأنواع أخرى من النباتات كزراعة، وشو التفاصيل يلي رح تطرق أيضاً على هذا المشروع لهذا العام؟ طبعاً هلأ نحن أنا انطلقنا من مشروع صغير، وإن شاء الله رح نتوسع بهذا المشروع ونكبر هذا المشروع، رح نوصل لمرحلة أنه أنا كاثر أبصال هذا النبات، لانه مثل ما قلنا انه ماده الاكتار في هذا النبات هي الابصال، الجزء المستخدم هي المياسم، بس نحن خلال السنه الاولى والسنه الثانيه فراح يكون تركيزنا على اكتار هذه الابصال، من انتشار هذه الابصال، يعني راح نبدا بمشروع صغير اللي هو على مستوى على مساحات صغيره، وراح نوصل لمشاريع باذن الله بمساحات كبيره، راح ننشر هذه الثقافه سواء كانت على مواقع التواصل، سواء كانت ضمن المشاتل، يعني رح نوصل إن شاء الله لمشاريع واسعة، رح ننشر ثقافة هذه الزراعة ضمن منطقة حلب، وخاصة أنا لما بلشت مشروعي قمت بوضع إعلانات على صفحتي، والحمد لله لقيت إنه في إقبال شديد، لقيت في إقبال شديد لهذا النبات، والكل صار يسألوني إنه في كيف فينا نحصل على هذه الأبصار. فأنا حابة إنه وجه الشباب إنه يبدأوا بمشاريع صغيرة، سواء كان على مستوى زراعة نباتات أبصار، نباتات زينة، نباتات صباريات، سواء كان على مستوى زراعة شتول صغيرة، يعني هو أي مشروع لو دكتورة مشروع لو اختلفت النباتات يلي عم يزرعوها الشباب، ولكن بالنهاية هي أكيد رسالة من حضرتك على أمل أنه الشباب يلتزموا فيها، خصوصا من الشباب المختصين بنفس المجال يلي حضرتك مختصة فيه. كل الشكر لك دكتورة فاطمة مصطفى عبد الرحمن، دكتورة في الاختصاص الزراعي، كنتي معنا عبر سكايب، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معكم، تبقى من فقرة دامسكو لليوم، ولكن فاصل صغير وما بنرجع. الإنسان بطبيعة حياته وطبيعته الفطرية بيكون علاقات وصداقات، وما ممكن يعيش لحاله، ولكن ببعض الأوقات ممكن هاي العلاقات وهي الصداقات تتطور تصير خارجة عن الحدود الطبيعية والمألوفة. صحيح بشر، حتى في أشخاص ممكن توصل لدرجة إنها تراقب هدول الناس، ومثل ما بيقولوا من راقب الناس ما تهمن. ليش العالم ممكن تراقب بعضها؟ ليش ممكن يدخلوا بأمور بعضهم ويسألوا فلان شو عمل وفلان شو سوى؟ كل هالتفاصيل سألناها للناس بالشارع، وكاميرا العالم سوريا رصدت الأجوبة. تفاصيل كثيرة منتابعها بالتقرير التالي ومنرجع. من الطبيعي أنه يهتم الإنسان بما يرتبط بشؤون حياته الخاصة ومصالحه الذاتية، إلا أنه من غير الطبيعي أنه يتدخل بالشؤون الخاصة المرتبطة بغيره من الأشخاص. لكن لو سألنا شو السبب يلي بيخلي بعض الأشخاص يتطفلوا على حياة الآخرين؟ فضول، أنت فضول. فضول، ممكن ناس وحشرية. الشباب ما بتتدخل كثير مثل تعرف أنت البنات، البنات اللي بتدخل خصوصيات الثاني بيدور. ممكن اهتمام، انه يكون حدا مهتم بحدا. حشريين، لانه هن بيكونوا بطبع هي الناس حشريين. بحس طبع فيهم، طبع يعني
الشخص الحشري ما فيك تغيره من طبعه. طبيعة التنشئة يعني من تنشئة الأسرة بيكون إنسان فضولي، عنده فضول. وقت الفراغ هذا كعامل كتير مهم، لما الإنسان بيشغل بوقته وبشغلات مفيدة أكيد ما عندي حد بالقيل والقال شو صار الفلان وشو جرى وشو عمل. العالم لم يعد كما نعرفه، وخاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يلي حولت العالم لقرية صغيرة، وأصبح الشخص قادر بكبسة زر واحدة أن يلف العالم. فهل ساهمت هذه المواقع بزيادة نسبة التطفل؟ لا بالعكس، ساهم كثير، لأن صار الواحد عم يعرض حياته على الفيسبوك، فصار المتطفلين على حياته زادوا، والمتحشرين بحياته زادوا، بدهم يعرفوا وين كنت، وين رحت، شو أكلت، وين هذا المكان اللي قاعد فيه، ومع مين سهران. ممكن، بس الواحد بيقدر إنه يخلي الفيسبوك تبعه برايفت تخلص القصة. ما دخل، هلا هو الواحد اللي بده يعني بينشر الشغلات اللي بده إياها على الفيس، بيعرف إنه الناس تانية رح تشوفها. مثلا أنا صارت عندي شغلة بنشرها على الفيس، فحدا تاني بده يعرف شو التفاصيل فبيجي بيحكي وهيك، بس أنا من النوع اللي ما عندي فضول أبدا لهي الشغلات. يعني مثلا إذا أنا بدها العالم تعرف إنه أنا مثلا خطبت، بتفوت على الفيس تعرف، إذا بتعرف إنه اشتغلت شغلة، عمل جديد، أي شيء. وبما إنه عم نصادف العديد من الأشخاص اللي عندهم هذا النوع من الفضول، فلازم نسأل عن طرق علاج هاي المشكلة. أول شيء أنذره إنه ما يتدخل، بعدين بعيط عليه يعني. عصب عليه، بتجاهله وبتجاهل اسئلته، يعني حتى بكون عم يحكي ما برد عليه، بهمه ما بعطيه اهميه يعني بالمره. ما لازم تعطيهم اي شيء، يعني انا بشكل عام انه بقطع له كرت بس بطريقه يعني قل له اياها، فهمه انه انا ما بيلزمني هيك شخص بحياتي. بتجنبهم وانه كأنه ماني شايفهم بطريقة يعني واقفة عند حده. التطفل والفضول والحشرية الزائدة هي آفة مجتمعية خطيرة، وقد تصل لحد إفساد الود وزعزعة الصلات والثقة بين الناس وإفساد العلاقة بينهم. وصنف العديد من علماء النفس بأن فضول مرضي، وكما يقال من راقب الناس ما تهمن. ساعة دامسكو خلصت لليوم، أكيد اللقاء يتجدد إن شاء الله بالحلقة القادمة مع ضيوف ومواضيع جديدة. ولا ينسوا يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، وعلى الويب سايت الخاص بقناة العالم سوريا. نتلاقى بكرة بحلقة جديدة بنفس التوقيت، انطرونا وتبقوا بألف خير. الله يعني.